بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم في كورس المالتي ميديا هي ماكرو ميديا فلاش أو وكذلك أدوبي فلاش والفرق بينهما. وتتناول محاضرة about ماكرو ميديا فلاش، what is ماكرو ميديا فلاش، فلاش documents and file types with the ماكرو ميديا فلاش، what we can do with the Macromedia Flash, Macromedia Flash application, why learn Macromedia Flash, أيضا الفلاش Workspace وبعض المعلومات المهمة عن هذه التطبيقات. بالنسبة للفلاش، الفلاش هو أثرك تول، تذكرون في المحاضرة أعتقد رقم 3 كنا أخذنا السوفتوير تولز المستخدمة في الملتيميديا، وقلنا من ضمنها هي الماكروميديا. والقصد منها في ذلك الوقت قلنا هي لغرض أن نسوي تطبيق كامل في الملتيميديا، يعني تكست أوديو فيديو أنيميشن. فإذا الفلاش هو authoring tools that let you to create anything from simple animation to the complex، سواء كان صور متحركة رسوم متحركة من الشيء البسيط إلى المعقد، interactive web applications، كذلك صفحات نت جذابة such as an online store، كما هو المتجر المتاجر الموضوعة على الانترنت وكيف راح تجذبك هذه المتاجر. ايضا you can ان تعمل ايضا تطبيق كامل بالفلاش ابليكيشن، تضيف لها صور وتضيف لها ساوند وتضيف لها فيديو. وايضا الفلاش هو يحتوي على عدد كبير من الخصائص تجعل انه هو powerful، فشي ممتاز بالاستخدام، وكذلك وايضا سهل في الاستعمال، مثل على سبيل المثال كدراج اند دروب، عمليه السحب ووضع الاوبجكت، يوزر انترفيس كومبوننت، بيلت ان بيهيفيرز، بعض التطبيقات الموجوده ضمن الفلاش، اند اد اكشن سكريبت يور دوكيومنت، ولكن يعني تكتب بعض الكود المتعلقة بوضع شروط معينة لغرض عرض الابليكيشن تبعك. ايضا special effect that you can add، كذلك بعض المودات تضاف على الاجسام. عندما تعمل مع الفلاش فانت راح تعمل مع الفلاش document طبعا، وتعمل ايضا مع تعمل ايضا a file that when saved راح يكون extension مالته .fli. اذا هذا هو ملف فلاش. when you are ready to deploy your flashed contents you will publish it creating a file with the extension .swf. هذا ال swf راح يمكن يمكن تشغيله مع الفلاش بلاير، يشغل لك هذا النوع من الملف. ايضا ما هو الماكروميديا فلاش؟ احنا مثل ما قلنا هو authoring tool that designer and developer، مصممين والمطورين يستخدمونه لأغراض التكوين presentation، قضايا عرض application and other content that enable user، لتمكن المستخدم من التفاعل معه. الفلاش project can include simple animation، أيضا تطبيقات الفلاش راح تحتوي على simple animation، صور متحركة، video contents، complex presentation و application and everything in between. In general في الحالة هذه، إن حتى لو كانت يعني كل التطبيقات الصغيرة ضمن الفلاش اللي ضمن الدوكيومنت الفلاش اللي انت راح تعمل كتطبيق، راح نسميها كلها هاي نسميها application. Even though they may only be a basic animation you can make media rich flash application by including picture or sound or video and special effects الى تطبيق. طبعا الفلاش هو الماكرومتاش هو تطبيق وتولز حقيقة بالإمكان أن نكون منها أي تطبيق معين من أغراض لغرض وضعها على الإنترنت. ليش؟ لأن فايلاتها تكون صغيرة جدا. وأيضا ليش تكون صغيرة؟ لأن الفلاش دائما يتعامل مع الفكتر جرافيك، والفكتر جرافيك مثل ما احنا وضحنا هو يتعامل مع المعادلات. يعني مثلا أنت إذا ترسم دائرة ترسمها بنصف قطر الدائرة، وترسم هو محيط الدائرة وتحصل على دائرة، بينما إذا رسمتها بالبيت ماب جرافيك
راح هاي الدائرة كلها تكون عبارة عن بيكسل، وكل بيكسل لها نمبر اوف بت للخزن، اذا راح تكون هي كبيرة الحجم. لذلك الفلاش عندما تسوي بي اي تصميم تحول على النت يكون حجمه صغير، لانه يستخدم الفكتور جرافيك، ريكوير سيجنيفيكنتلي ليس ميموري اند ستورج سبيس، يحتاج الى ميموري صغيره ويحتاج الى ليس سبيس ذان بيت ماب جراف، بيكوز ذي ار ريبريزنتد باي ماثيماتيكال فورمولا، اي بمعادلات رياضيه انستيد لارج داتا سيت. البيت ماب ار لارجر بيكوز ايتش انديفيدوال بيكسل ان ذا ايمج ريكوير ا سيبريت بيسز اوف داتا ريبريزنت ات. To build an application in Flash, you create a graphic with the Flash drawing tool. إذا الفلاش موجود في ما يسمى الجرافيك drawing tools، حتى أنت تقدر تتعامل معها لتتعامل مع حقيقة الفورمولا الرياضية. Next, you defined how and when you want to use each of those elements to create an application you have in mind. طبعا في الحالة هذه انه امبورت اديشنال ميديا اليمنتس انتو يور فلاش دوكيومنت، وقبل وبعد ذلك انت راح تعرف شلون عن متى تستطيع ان تستخدم تلك الكومبوننت وتضيفها على تطبيق. When you author contain in flash، مثل ما قلنا الملف راح يكون هو عباره عن دوت اف ال اي فلاش، والفلاش دوكيومنت فيها اربعه اجزاء. المرحله الاولى اللي هي الستيج، وهذا الستيج اللي هي من خلالها راح نوضع تطبيقنا الجرافيك والفيديو والبتونز المعينة عندما نريد نشغل به، كلها تظهر على هذا الستيج وكأنما مثل المسرح اللي تظهر عليه الأشياء اللي من خلالها راح تستخدم التطبيق. Timeline is where you tell Flash when you want the graphic and other element of your project to be. هذا يعني هو يتحكم بالزمن لعرض الأوبجكت الموجودة على الستيج، متى تريدها وورا منه وشون ترتبها، ايضا تعتمد على التايم لاين. التايم لاين سبيسيفاي ذا لايرنج اوردر اوف جرافيك، ايضا راح بالتايم لاين هو راح يوصف لنا الطبقات الجرافيك الموجوده. احيانا الهاي الجرافيك ان هاير لايرز راح يكون ابير اون ذا توب بالنسبه للو لايرز، وهذه اللايرز معناها انه انت مرتب التطبيق مالتك بحيث اللاير الرابعه تشتغل ولا اللاير الرابعه ولا اللاير الثالثه الى اخره. هناك اللايبراري بانل، هم راح نجي هسه شوي بعد سلايد للماكروميديا فلاش، ايضا الورك سبيس ونشوف هذه وين اماكنها. اللايبراري بانل هي از وير فلاش يكون وير فلاش ديسبلاي ا ليست اوف ميديا اليمنت، الميديا اليمنت اللي راح ممكن ان تظهر لك على اللايبراري بانل. وهنا الاكشن سكريبت كود هو allow you to add interactivity to the media element in your document، هذا يسمح لك أن تكتب كود، وهذه الكود حقيقة تظهر لك مجموعة من الملفات اللي تمثل الـ Action Script. For example, you can add code that causes a button to display، يسمح لك لأنه button معين من تضغط عليه راح يتحول إلى صورة جديدة. وهذا أيضا you can use logic enable your applications to behavior in different way depending on the user actions. مثلا تريد هذا الجزء عندما ينتهي يظهر لك فلان جزء، وبإمكانك أن تتحكم بالكود من خلال Action Script Code. الفلاش include أيضا feature that make it bold، مثل ما قلنا when you have finished authoring your flash document you publish it as a file using a file publish command. وطبعا في الحاله هذه create a compress file، بعد ما تكمل انت الدوكيمنت فلاش راح تسوي compress file هو دوت swf. هذا swf حقيقه راح يتم تشغيله باستخدام الفلاش بلاير. ما هي ملفات about flash files؟ the primary flash file احنا قلنا هي من نوع fli files contained three basic type of information that comprise the flash document. إذن عندنا ثلاثة أنواع أساسية من البيانات اللي توصف من خلالها الفلاش دوكيومنت. هي الميديا أوبجكت. الميديا أوبجكت راح يكون are the various graphic، يمثل لي الجرافيك والتكست والساوند فيديو أوبجكت that comprise the content of your flash document. أيضا بواسطة by importing or بإمكانك أن تجيب ملفات أو صور مثلا أو إليمنت الفلاش أو أنت تسوي إليمنت الفلاش and then arranging them on the stage، وكل هاي ترتبها على الستيج.
في الحالة هذه عندي باستخدام التايم لاين، وتستطيع أن ترتب أيهما يبدأ وأيهما ينتهي وما بينهما. التايم لاين هو اللي بليس ان فلاش وير يو تيل فلاش وين ذا سبيسيفيك ميديا اوبجكت ستارتد اور ابير اون ذا ستيت. ذا تايم لاين از لايك سبريت شيت ذات بروجريس فروم ليفت تو ذا رايت، يعني يتحرك من الشمال اليمين وهو راح يتحكم بعرض اللايرات الموجوده عندك. الاكشن سيكريت مثل ما قلنا از ذا بروجرامينج كود يو كان اد تو ذا فلاش دوكيومنت تو ميك ذم response to user interaction and to more finally control the behavior of your flash documentation. ايضا راح يكون هنا الفايلات اللي ممكن انواع الفايلات المستخدمه مع الفلاش عديده. هاي تنشا كل فايل ينشا لغرض ما، فمثلا الفايلات نوع FLA files are the primary file you work with the flash. طبعا these are the files that contain the basic media, timeline, script information for the flash document. هناك الفايل هذا الفايل ضغطة تحصل على الفايل SWF are the compressed file for the flash file. وهي راح يشغلها. طبعا these files are the one you display on the web page. طبعا بالضبط هي صغيرة ومن ثم تصير بعد أصغر، فإذا تكون مناسبة جدا للويب. الأي أس فايل آر أكشن سكريبت فايلز، يو كان يوز ذيس فايل إف يو بريفير تو كيب سم أور أول أوف يور أكشن سكريبت كود أوتسايد أوف يور فلاش فايل. بإمكانك أن تستخدم هذه الملفات ثم إذا تستخدمها مرة ثانية. هناك الدبليو الأس دبليو فايل كونتين ذا ريوزابل فلاش كومبوننت، هناك بعض التصاميم الموجودة ضمن الفلاش. each SW file contains combined movie ك مثلا تضيف موفي كليب، تضيف اكشن كود ايضا تكون جاهزه مثلا او انت تسويها، and any other such that the component required. هناك نوع اخر هو الاي اس فايل ار فايل used to store action scripts that will be executed on your computer running a flash communication server على سيرفرات او تشغلها باستخدام الكمبيوتر. ايضا هناك الجافا سكريبت فايل ذات يو كان يوز تو اد ا نيو فانكشناليتي تو فلاش اوثرنج تولز. ايضا الاف ال بي فايلز ار فلاش بروجكت فايلز، وراح يكون فلاش بروفيشنال اونلي، يعني المستخدمين المحترفين فلاش راح يكون يو كان يوز فلاش بروجكت تو مانج مالتي دوكيومنت فايل ان ا سنجل بروجكت فايل. البروجكت فايل الاو يو تو جروب مالتي related file together to create complex application باستخدام هذه الاثرنج. What you can do, what can we do or what we can do with the flash. طبعا هناك اشياء كثيره بالامكان القيام من خلال الفلاش فيها، لان الفلاش مثل ما قلنا powerful وهاز multi features many features، فاذا راح يكون ممكن ان نستخدمه احنا للانيميشن. ذيز انكلود بانر ادفرتايزنج، كان يكون لوحات اعلانات، اونلاين كريتنج كارد يعني معايدات، كارتونز اند سو اون، ماني اذر تايب لايف ابلكيشن انكلود انيميشن، كذلك انيميشن صور متحركه. الجيمز ممكن نسوي مع الفلاش، جيمز مي ماني جيمز ار بيلت وذ ذا فلاش. جيمز يوجوالي كومباين ذا انيميشن كابابيلتيز اوف فلاش وذ ذا لوجيك كابابيلتيز اوف انت سكريبشن اكشن سكريبشن. ايضا اليوزر انترفيس، بامكان ان نعمل يوزر انترفيس يعني لوحه معينه او تصميم معين من خلال التحكم. ماني ويب سايت ديزاينر يوز فلاش تو ديزاين يوزر انترفيس، شلون جرافيك يوزر انترفيس فاذا هنا هو يوزر انترفيس. ذا انترفيس انكلود سمبل نافيجيشن بارز از ويل از ماتش مور كومبلكس انترفيس. يو كان فايند ان اكزامبل اوف نافيجيشن بار كرييتد وذ ذا فلاش موجود على هذه الصفحه. ايضا هنا راح يكون الديزاينر ايضا في الحاله هذه الديزاينر ايضا راح يكون هنا اريا مسجنج ارياز. والمسجنج ارياز ذير ار ارياز ان ويب بيج، بعض الصفحات الموجوده في الويب ذات ديزاينر يوز فور ديسبلاي انفورميشن ذات ماي تشينج اوفر تايم. يعني هناك في الصفحات النت صفحات مساحات معينه بامكانك ان تعرض فيها محتويات تتغير مع الزمن، شلون دايناميك ويب سايت، فليكسبلز مسجنج اريا،
اون ريستورانتس ويب سايت، على سبيل المثال ريستورانتس ويب سايت اللي هو ممكن في كل مره يعرض لك المنيو، تفاصيل الوجبات الخاصه اللي يعرضها هذا المطاعم اذا سوت اعلان عن طريق صفحه تلك المطعم. ايضا من الامور الاخرى اللي احنا نستخدمها ريتش انترنت ابلكيشن ذس انكلود ا وايد سب سبيكتروم اوف ابلكيشن تو بروفايد ريتش يوزر انترفيس فور ديسبلينج اند مانبوليتنج ريموتلي ستور داتا اوفر ذا انترنت. ايضا معاد بيانات من خلال البعد، من بعد ريتش انترنت ابلكيشن راح يكون كود بي ا كالندر ابلكيشن على سبيل المثال، برايس فايندينج ابلكيشن، شوبينج كاتالوج الى اخره. يو كان فايند ميني اكزامبل اوف ريال بروجكت على هذا الموقع للفلاش. حقيقه هنا حتى الفلاش، حتى نبني تطبيق للفلاش احنا نحتاج بعض الخطوات. الخطوه الاولى احنا نقرر يعني which basic task the application will perform، يعني التطبيق مالك ما هي ال المهمات اللي راح تنفذها انت من خلال هذا التطبيق. create an import media element، عملية تكوين وعملية وضع media element such as image video، يعني وين راح توضحها ايضا هاي جدا مهمة. الارنج راح شلون ترتب هذه الميديا، من هو راح يظهر اول واحد، من هو راح يظهر اخر واحد، ما بينهما. ايضا apply special effect، بعض استخدام بعض المؤثرات الخاصة media element as you see fit. The right تكتب الكود خطوة وكود to control how the media element behavior including how the element responds to user interaction، كيف تتفاعل مع المستخدم. أيضا بعدين تسوي عملية تيست لهذا الابليكيشن مالتك to determine if it is work good or no حسب ما أنت خططت أو لا، يعني كأنما أنت الخطة. وأيضا publish your flash as SW1 حتى يمكن بعدين يشتغلها بالفلاش بلاير. طبعا هنا هذا احد المؤلفين هو توماس لوبغرينتس ذاك فلاش ديفلوبر، هو مطورين الفلاش وهو مصمم وهو مبرمج ايضا، هذا هو الايميل مالته. وهذا حقيقه هنا عنده كتاب هو انتدكشن تو فلاش وذ كريتكس سيوتس 3 و4 اند اكشن سكريبت، وهذا الفلاش از ا ديزاين تولز تكنيكس اند تايم لاين انيميشن، هذا هو. ومعرف الفلاش في الحقيقة هنا هو powerful animating and programming tools. وأيضا هنا why learning flash and programming حسب ما يقول flash is the leading tools or technique for creating multimedia application presentation games on internet. A powerful platform for developing systems, prototype, desktop application and mobile application. شنو الأمثلة على استخدامات هذا الفلاش؟ هي الـ Presentation Online Portfolio، الـ Video Application for Design Project في بعض التصاميم الموجودة، Concept Design، Interaction Interface، Prototype Development و Working in Project Teams. ما هي الـ Flash Workspace؟ الـ Flash Workspace طبعاً هذه هي الواجهة مالت الفلاش، وهذه كلها موجودة أمامك. هذا هو المنيو رقم واحد، وهذه هي الأدوات Tools اللي أنت راح تستخدمها في التصميم. وعندك هذه الموجودة هنا رقم 11 راح تكون هي عبارة عن الستيج اللي تكلمنا عنها، وهنا أوبجكت يكون على الستيج، وهذا هو التايم لاين، هذا هو رقم 4 راح يكون التايم لاين، هذا التايم لاين هنا، وهنا راح يكون هذا الأكشن سكريبتس فايلات، هذه كل الكود اللي انت راح تكتبها. هنا راح يكون التسعة مثلا على سبيل المثال راح يكون كومبوننت اللي ممكن انت تستخدمها في الفلاش. هناك اللايبراري رقم 10 هذه الموجودة هنا، هناك الكلرز اللي انت راح تستخدمها في التصميم. فكل هذه حقيقة نسميها الفلاش ورك سبيس، واللي مشتغلين بالفلاش راح بكل بساطة راح يستطيعون ان يتعاملون مع هذا المحتوى. What is the latest version؟ اخر version من ماكرو ميديا فلاش طبعا هو كان version 8، هذا الماكرو ميديا فلاش. والماكرو ميديا فلاش مثل ما قلنا Flash 8 gives a designer a platform to create cartoons, videos, games that make website dancers. يعني تجعل لك يعني انت منصمم website لازم تجذب اليوزر او المشاهد، فبإمكانك ان تستخدم هذه الماكرو ميديا فلاش مثل ما قلنا هي tools
تعمل بواسطتها تعمل عملية جذب للداخلين إلى تلك الصفحات. أيضا الفلاش بلايرز احنا قلنا هو أطلق في 2017 ومتوقع أنه ينتهي في نهاية 2020 31 ديسمبر أو في بداية، وذلك السبب في ذلك أنه حل محل with many web browser أيضا راح بعد ما راح تستخدم الفلاش بلاير. Adobe continue to develop Adobe Animate Adobe which support web standards such as HTML5 instead of flash format. إذا راح تستخدم الأدوبي أنيميت وراح يجهزه ال HTML اللي هو عبارة عن support web standards بدل ما استخدم flash format. ال HTML راح يكون fast and take less CPU time to render web page. طبعا وير فلاش راح يكون هو سي بي يو انتنسيف اند نوت از لايت ويت از كومبير وذ، عندما تقارن ملفات ال HTML مع هذا راح تشوف ال HTML هو اسرع، وهذا هو المطلوب في تصميم صفحات ويب عمليه عرضها ومحتوى لازم يكون ابلود وداونلود في فتره زمنيه قصيره. اوديو اند فيديو سبورت وذ HTML از نوت بيلت، يعني الفيديو وال ملفات كلها ما تكون جاهزة، وإنما بإمكانك أن supported with the HTML ولم تكن هي built with areas flash has nice support for audio. بالرغم من أن الفلاش هو عنده هذه المكونات وموجودة بذي، لكنه يفضل استخدام ال HTML5. Adobe Flash هو animation software produced by Adobe System Incorporated. The development of Adobe Flash software can be tracked back to American software developer هو جوناثان جيس first experiment، وهو أول ما صممها كان في الثمانينات عندما كان هاي سكول during 1908. هناك الصفحة الأدوبي هي www.com وبروديوس CS6 على سبيل المثال، و CS6 معناها Adobe Creative Suite CS ترمز هذه is discontinued software suite for graphic design video editing and web development application developed by Adobe System. Will Flash still work after 2020؟ يعني هل الفلاش بقى يعني يشتغل؟ طبعا بس الفلاش بلاير هو توقف وتم استعادته بال HTML 5 و all major browser will remove flash by the end of 2020 or early 2021 with the flash support ending. Website that over flash based continue like games and animation will have no choice but to remove them too. إذا كان صفحات موجود عليها هذه وبعد هذا ما راح يجهز إلا تبقى تشغل في الفيرجن القديم. لماذا نستخدم الماكرو ميديا فلاش؟ نرجع ونقول لأنه هو راح يكون هي برنامج لتكوين انتراكتيف ان انيميتد، يعني صفحات ميديا جذابه ومتحركه such as motion graphic video presentation on website، وهو المطلوب طبعا. You can control object action and behavior using behavior panels مثل ما قلنا عن the timeline اللي شفتوها قبل كم سلايد. Difference between Macromedia Flash and Adobe Flash. Macromedia أو Flash هما interchangeable terms. When the first Flash software عندما تم إنشاء كان يسمى Future Wave. It was known as the Future Splash Animated. في 1996 it was introduced to the public لعامة الناس هو اسمه Macromedia Flash. When Macromedia purchased it from them يعني سموا Macromedia Flash. في 2005 the product of was purchased by Adobe has remained under its the name ever since يعني Adobe Flash، يعني هو بس مجرد شركات وامتيازات لها بدل ما كان Macromedia Flash اليوم اشترته Adobe صار Adobe Flash. والفلاش has two parts graphic and animation الموجود editor known as Macromedia Flash and the player known as Macromedia Flash player.